عربية بريس نحو إعلام هادف. ما تزال المواجهة محتدمة بين وزير العدل والمحامين في ظل تصاعد التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد اللطيف وهبي، وقد تجلى ذلك خلال الاعتصام الذي نظمته الجمعية المذكورة يوم السبت الماضي أمام البرلمان بالرباط، والذي ضم أزيد من 1000 محام. علاوة على ذلك، فإن البلاغ الصحفي الذي أصدرته الجمعية لأجل هذا الاعتصام حدد المسار وأظهر حجم الفجوة بين الوزير والمحامين، وذلك احتجاجا على التراجع التشريعي الذي يمس حقوق المتقاضين. وترى الجمعية في هذا القانون اعتداء على مهنة المحاماة وتراجعا على المكتسبات الدستورية، وهو ما يعني وفق قولها أن الخلاف بين الطرفين قد انكشف للمرة الثالثة بعد مسلسل منع المحامين غير المتوفرين على الجواز الصحي من الولوج إلى المحاكم وإلزامهم بدفع الضرائب. هوية بريس نحو إعلام هادف.